أن إنسان اليوم يجهل الله، يجهل الدين، يجهل أن الله خلق الإنسان بالحب، بفيض حبه ومحبته له. نحن بالديانة المسيحية منقول الله هو محبة، الله هو الحب. من لا يحب لا يعرف الله، لأن الله محبة. الغرب اللي بنفكر أنه غرب مسيحي، ما بقى في شيء من المسيحية، يجهل المسيحية، يجهل الله. هالدول اللي بتسميها اليوم دول غربية أو دول مسيحية سنت وعم بتسن أوانين، مش بس ضد الدين وضد الله، ضد الطبيعة، ضد الإنسانية. لما بتسن أوانين إنها بتشرع زواج البوصوليين. بكل أسف الأوانين بالغرب، الشرائع بالغرب صارت بعيدة بعد كلي عن المسيحية وعن التعاليم المسيحية. وفي جهل هائل. وهون مسؤوليتنا نحن المؤمنين بالله في الشرق، مسيحيين ومسلمين، يا ريت نستوعب كفاية، وخصوصي اللبنانيين، خصوصي لبنان، نستوعب كفاية ايش هي رسالتنا وايش هي مهمة تجاه الغرب.